إمامنا بن حنبل جدًا أن ينبغي نضع الناس للاستغفار في أعراض الحجر من الذين شهدت له الأمة بالنصح والإخلاص والدعوة إلى الله عز وجل ثم يقعون في أعراضهم. ألم يعلم أن أهل السنة والجماعة أن من طريقتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم للمؤمنين؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبعد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن أولئك الذين يقعون في أعراض أهل العلم وفي الدعاء إلى الله لا تخشى أنهم سوف يحملون الأمة ولا سيما الشباب الغل والحقد لأولئك العلماء والدعاء حتى تصبح أمة ولا ثقة بعلمائها ولا ثقة بدعائها وحينئذ يتخلخل الأشتر وكيل الإسلام.